التفاتة ملكية كريمة للتخفيف من آلام وأوجاع اللبنانيين جراء الحادث المفجع، شكلت نموذجاً للقيم المثلى للتضامن الفعال التي حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس تكريسها دائماً وفي أوقات الشدة والرخاء مع البلدان الشقيقة العربية. هذه المساعدات ذات الوقع الكبير على نفوس الشعب اللبناني في هذه المحنة، شكلت محط إشادة على المستويين الرسمي والشعبي، خاصة من طرف العديد من الفنانين اللبنانيين الذين أطلقوا واسم شكرا جلالة الملك محمد السادس، تعبيرا عن تقديرهم للمغرب ملكا وشعبا على وقوفه الدائم مع بلدهم لبنان، خصوصا خلال هذه الظرفية العصيبة. وتداول فنانون وإعلاميون لبنانيون على نطاق واسع الهاشتاج، من بينهم وليد توفيق وكارول سماحة ورامي عياش ومي حريري وسعد حمدان وعلي الجابر وآخرون. وفي تغريدة للفنان رامي عياش على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قال: أشكر جلالة الملك والعائلة الملكية المغربية على اتصالهم للإطمئنان علي وعلى عائلتي، نشكرهم على المبادرات الإنسانية لدعم لبنان ومساندتنا، كما أشكر كل الدول التي ساعدت لبنان وتدعمه في أزمته ومصابه. الفنانة اللبنانية كارول سماحة غردت بدورها قائلة: من القلب شكرا لكل الدول العربية التي ساندتنا في محنتنا، شكرا على محبتكم ووقوفكم مع الشعب اللبناني، شكرا لجلالة الملك محمد السادس. الإعلامي اللبناني علي الجابر كتب أيضا على صفحته على الفيسبوك: وفد الإغاثة المغربي أول من وصل، شكرا للمغرب، بالإضافة إلى فنانين آخرين اختاروا أيضا هاشتاغ شكرا جلالة الملك محمد السادس للتعبير عن تقديرهم وامتنانهم للمغرب ملكا وشعبا. الفنان وليد توفيق والممثل اللبناني سعد حمدان اختارا بدورهما التعبير عن شكرهما لجلالة الملك وللمغاربة من خلال مقاطع فيديو. وشكرا للمغرب الحبيب وشعبه على مساعدته ووقوفه إلى جانب لبنان، كل الشكر من كل قلبي. هذه ليست أول مرة تهب المملكة المغربية لمساعدة إخوة في لبنان، فلطالما كان المغرب السباق في مد يد العون إلى لبنان وتوطيد أواصر الصداقة والأخوة بين الشعبين اللبناني والمغربي. المغرب الحاضر بقوة في مختلف المحطات التضامنية عبر العالم، أكد من خلال مبادرته الإنسانية هاته روح التضامن والانخراط في لملمة الجروح العميقة للشعب اللبناني جراء الانفجار الهائل، تماشيا مع وفائه المتواصل لسياسته التضامنية النموذجية، وهو ما رسخته مبادرات جلالة الملك محمد السادس على مدى سنوات.